ارجوكم ما تزعلوش، حقكم عليا، انا فعلا كنت غلطان وفعلا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده. انا كنت قليل الذوق واللي عملته ده عيب، حقكم عليا كلكم، انا استاهل كل الكلام الوحش اللي قلتوه عني. ده كان كلام الممثل شريف منير في اخر فيديو نزله على صفحته الشخصيه. لكن يا ترى ايه حكايه الفيديو ده؟ من كام يوم والدة الفنانة دينا الشربيني توفاها الله، وطبعا العزاء كان مليان نجوم وفنانين من كل الأعمار وكل الفئات، وكان من ضمن الفنانين دول شريف منير. وأثناء ما هو كان خارج من العزاء في مسجد المشير قابل مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين، والصحفيين دول كانوا محوطينه من كل حتة لدرجة انه هو ما كانش عارف يمشي، وكل صحفي من دول كان بيطلع موبايله والكاميرا بتاعته عشان يحاول يعمل معاه لقاء او ياخد منه اي تصريح. وبالفعل وقف مع صحفية منهم وكان بيتكلم معها، وأثناء ما هو بيتكلم البنت الصحفية قالت له حاجة فجأة وقطعته، بس الموضوع ده استفز الفنان شريف منير جدا وعصبه، وبعدها رد عليها وقال لها هش انت فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ وبعدها ركب عربيته ومشي عادي جدا وكأنه ما عملش اي حاجة، بس اللي ما كانش عامل حسابه ان كل الصحفيين اللي هناك كانوا بيصوروه. وفي لحظة الفيديو ده انتشر على جميع مواقع السوشيال ميديا، والفنان شريف منير اتحول في لحظة لترند، والناس كلها بقت تهاجمه من كل حتة، ومعظم التعليقات كانت كلها بتقوله انت قليل الذوق وممثل مغرور. وبسبب كل الضجة اللي حصلت دي الفنان شريف منير قرر ما يسكتش وعمل فيديو، بس المرة دي ما طلعش يهاجم، لا ده طلع يعتذر للبنت وكل الصحفيين، وظهر في فيديو وقال لقيت عيب قوي واتلخبطت وقلت أليم من الموقف، وقلت لها انت فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ فلقيت نفسي بغلط اكتر، انا متضايق من اللي حصل. والفيديو نزل على اليوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شافتهوش، بس انا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات اني قليل الذوق وما كانش ينفع كده، وانا فعلا استاهل كل الكومنتات الوحشه دي. ومش وحشه هي، صح لاني غلطت فعلا وكان لازم اخد جزائي، وبعتذر عن الطريقه اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحفيه وللشباب الصحفيين. شريف منير بقاله فترة متعود يظهر على السوشيال ميديا ويعمل فيديوهات، ومؤخرا كان عامل فيديو بيدافع فيها عن بنته أسماء بعد ما اتهاجمت من كل جماهير السوشيال ميديا بسبب ان هي طلعت وحلقت شعرها في فيديو، وشريف كان شايف ان بنته ما عملتش اي حاجة غلط، وكان شايف ان ده تصرف عادي جدا وما فيهوش اي مشكلة، ومادام بنته مش بتأذي حد فهي حرة وتعمل اللي هي عايزاه لان هي متربية كويس جدا. ووجه رسالة لبنته وقال لها أسماء انت شكلك زي القمر وشكلك حلو جدا وخدتي الترند، برافو عليكي، ما تسمعيش كلام حد وما تهتميش بكلام حد، وانا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها، المهم اننا مش بنضر حد، سلام عليكم. شريف منير بقاله فترة كل شوية يطلع ترند، مرة بسبب بنته، ومرة بسبب الصحفية اللي أحرجها وطلع اعتذر لها، ومرة يطلع يتصور في بيته في قلب المطبخ وجنبيها علم مصر. كل دي حاجات كانت السبب في ان شريف منير ياخد الترند خلال الفترة اللي فاتت كلها. وفي فئة كبيرة جدا من الناس بتعتقد ان هو بيكون قاصد يعمل كل الحاجات دي علشان يلفت الأنظار ليه، لكن الله أعلم الحقيقة فين. بس في رأيكم هل الفيديو اللي عمله شريف منير ده والاعتذار اللي قدمه للبنت هيهدي الرأي العام اللي انقلب كله ضده ولا لأ، والناس مش هتعديها له بالساهل؟ مستنيين إجابتكم في الكومنتات، وما تنسوش تابعونا على صفحة نجوم الفن.